تعددت واختلفت أسباب حوادث المرور في الجزائر، فمنها من تعلق بعدم احترام قانون المرور وأخرى تسببت وضعية الطريق في وقوعها. لكن من بين هذه الأسباب نجد سببا غريبا يتمثل في جهل فئة من السائقين لمعاني الإشارات المرورية الأساسية. وكيف لمن يجهل هذه اللوائح أن يطبقها ويتفادى من خلالها الحوادث؟ هذه طريق كبيرة وعودة طريق صغيرة. صحيح. طعنت هكذا. صح زين. زين. هذا نروح مشيت عليه مرة جيب البرميل بسرعة 80. نسيتهم. والله غنسيت. زين. زين. هذه ممنوع استاسين. ولي من هي؟ هذه ثانية كيف جبل. وش الفرق بيناتهم؟ بيناتهم هذه الخط هذا فيها واحدة وهذه فيها زوج. وعلاه داروا هذيك زوج وهذه واحدة؟ هذه ممنوع استاسيون هذه جبل بنص النهار برك. هذا ستوب ورا. عاود رجع ستوب. عندها كات كوا كات اربعه. وهذه عندها زوج. وش الفرق بيناتهم التطبيق تاعهم؟ التطبيق نورمالمون هنا ما استاسيونيش كاع. وهنا قادت ابيبري قادت استاسيوني. خرجت تاع طورط خطرت تدي وتجيب. خرجت تاع طورط خرجه وشنو خرجه؟ خرجت تاع طورط. هذه يوم هذه راحت نسيتها ثاني. هذه خطر غير معين واقع. لا الله اعلم. هذا باليز الاولويه لليسار. هذه طريق ما تمشي على اتجاه ثاني ابو هذه راحت لي. هذه هذه كما نقول السامح بالطريق ولو الى الطريق هذه كما نقول والله وهذه ضياع كاع حقوقها. الشباب الاكثر ارتكابا لحوادث المرور ام كبار السن؟ اصحاب السيارات الجديده ام القديمه؟ اسئله طرحناها على بعض السائقين فاختلفت الاجابات. الطوموبيل الجديده هي اللي دير الاكسيدو. الطوموبيل الجديده هي دير هذا الفيتياس ولا الطوموبيل ولا فيها كلش اوتوماتيك طوموبيل تمشي. هذه السياره الجديده هي اللي دير لاكسيدو. ما كاش منها يا ودي السياره الجديده كلش الله يبارك كلش جديد. انا في بالي سياره جديده تقدر تسلك روحك تفريني كذا. انا نشوفك ماين ليش ما يحترموش؟ واش ما يحترم بالك تلقى واحد في ألف يحترم القانون. واحد في ألف من الكبار شيوخه كي نقول لك يحترموا يحترموا بيرو صغير الناس تمشي ما على بالهاش كلموا واش قال موت في بالوك. حوادث مرور اختلفت أسبابها لكن اتفقت على حصد أرواح ضحاياها بلا رحمة.